بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. متين أي صلب وشديد، أوغلوا أي سيروا، يعني نسير فيه برفق وبتلطف وتدريك شيئا فشيئا. نبدأ بالفرائض ثم السنن ثم التطوع. طب وفي العلم؟ العلم برضو لا ينتهي، علشان كده لابد أن نسير فيه بالتدريك. نبدأ بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية. Knowledge should know و important to know, then knowledge nice to know. أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من دروس الانستراكشن كورس of basic ophthalmology. احنا من فضل ربنا خلصنا الانتروداكشن والامبريولوجي، الليدوراكلمر سيستم، الكونجنكتايفا والكورنيا، وزي ما تعودنا نبدأ الفيديو بتاعنا بصورة نتأمل فيها. نوقف الفيديو ثواني ونفكر في الصورة اللي احنا شايفينها. دي صورة راجل بيحاول الصعود إلى جبل دافعا أمامه صخرة عظيمة. بعضنا ذكرت الصورة بسنة الله في الكون إن النجاح والوصول إلى القمة يعتمد على المجهود المبذول. مش بس المجهود وفقط، بل المجهود المستمر اليومي حتى ولو كان صغيرا. وروبرت كولير، وده أمريكان أوثر، كان بيهتم بالسيلف هيلب أو المساعدة الذاتية، بيقول إن السكسس is the sum of small efforts repeated day in and day out. وday in and day out مش يعني يوم أو يوم، لا معناها every day for a long period of time. وأكيد الكلمة دي متاخدة من القول المأثور الشهير: خير الأعمال أدومها وإن قل. اللي بيحب العمل الجماعي شاف الشخص دوت واقف لا يستطيع أن يحرك الحجر، ولو تشارك مع آخرين لحرك الصخرة ولا وصل إلى القمة. عايز تعرف قيمة عمل الجماعة؟ راقب النمل، خير كائن يعمل في مجموعات. بعضنا شاف من صورة الرجل إن العمل العضلي الشاق هو مسؤولية الرجال، والعمل الذي يحتاج إلى رقة وحنان ورعاية وعناية هو عمل الإناث. وتذكر قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أي يا أيها الرجال، لا تشتهوا ما فضل الله به النساء عليكم، ويا أيتها النساء لا تتمنين منازل الرجال وأن يكون لكن ما لهن، فقد خلق الله الرجل والمرأة ليتكاملا ولا ليتنافسا. الناس المادية فكرت في صلابة الصخرة وأدية هارد، وتذكرت أن الكل شيء ضد، وإن كان الصخر صلب فالريش شديد الليونة، وإن كانت الحياة بها أيام صلبة فبها أيضا أيام لينة وهنية، وإن الناس منهم كالصخر ومنهم كالريش. يا دكتور طارق، إيه علاقة الصخرة الصلبة بدرس النهاردة؟ أصل النهاردة هندرس الصلبة أو الصلبة أو الاسكليرا. زي ما تعودنا نبدأ أي موضوع بالintended learning outcomes. By the end of this group of video about the sclera, you will be able to describe anatomy of the sclera, determine types of scleral inflammation and differentiate between them, identify types of staphyloma. لو قسمناهم مواضيع هيبقى عندنا anatomy of the sclera, scleral inflammation، والموضوع الثالث اللي هو staphyloma. بالنسبة للامتحان النظري، دي بيبقى حال حضرتك أو حضرتك لو شفتي في الورقة أو شفت في الورقة سؤال عن السكليرة. الحقيقة السكليرة is not a hot topic، مش متوقعين ان احنا نشوف منها أسئلة في الامتحان النظري، وإن كان هيجي فيها حاجة، هيجي سؤال عن الاستافيلوما. طبعا بالنسبة للامتحان الشفوي
ممكن تسأل على أي حاجة، ممكن في الأناتومي يسألك على causes of blue sclera أو differential diagnosis بتاع sclera inflammation، الفرق بين scleritis و episcleritis، أو ممكن يسألك على types of staphyloma. لو اتكلمنا عن الجروس اناتومي في السكليرا، هنقول السكليرا is an elastic or resilient، والresilient يعني مرن، and tough or strong tissue of the eye، يعني هي مرنة وفي نفس الوقت strong. ومرنة، اعرف ان السكليرا مرنة ازاي؟ حضرتك حط ايدك على عينك ودوس عليها كده، هتخش السكليرا تحت ايدك سنة لتحت، وبعد كده اول ما تسيبها ترجع السكليرا تتفرد وتاخد نفس شكل الكورة، لأنها resilient ولكن في نفس الوقت strong. The term sclera is derived from Greek word skleros يعني hard. It is compared with an incomplete shell. Incompletely لأن ده دي شيل زي ما انتوا حضراتكم شايفين مش كامل. ليه مش كامل؟ لأنه مفروض بيكمل بالإيه؟ بالكورنيا. It can be compared with an incomplete shell comprising posterior 90% of the outer fibrous coat or fibrous layer of the eye pole. ولأنها fibrous coat عشان كده اسمها بالعربي الصلبة. في بعض الناس بتقول الصلبة، إنما النطق الصحيح هي الصلبة. هي ليه hard؟ علشان تقوم بالfunction بتاعها. The primary function of the sclera is to protect the delicate structure that inside the eye and to maintain the shape of the eye pole. في نفس الوقت السكليرا بتاخد الانسيرشن بتاع الاكسترا اوكلر مصر. تخيلوا حضراتكم لو السكليرا ديت ماهيش سترونج وطف، كان اول ما العضلات تنقبض هتشد السكليرا عليها ومش هتحرك العين، فلازم تبقى سترونج علشان لما الكونتراكشن يحصل في الاكسترا اوكلر ماسلز اللي هي العضلات اللي بتحرك العين، العين كلها تتحرك ومش السكليرا هي اللي تنبعك. Anteriorly, it began at limbus and terminate at optic nerve canal posteriorly. الهيومن سكليرا is opaque. فاكرين لما كنا بنتكلم على الكورنيا وقلنا ان الهيومن كورنيا is clear، وعرفنا اسباب ليه الكورنيا عندنا في الانسان clear؟ علشان الريجولر ارنجمنت اوف ذا فايبر، وعلشان انها دي هايدريتد، وعلشان ان فيها النيرف فايبر دي ميلينيتد، وعشان انها افاسكولار. كل الكلام دوت ايه؟ دي الحاجات اللي قلناها ليه الكورنيا كلير. نفس الكلام هيبقى هنا العكس، ليه السكليرا اوبيك؟ لان الفايبر هايدريتد، ولان الفايبرز الريجولاري ارينجد، ولان النيرف فايبر اللي فيها ايه ميلانين، ولان فيها بلاد فيسلز. الكالر اوف ذا سكليرا ايت بورسلين وايت ان كالر، زي الصيني بالظبط، ابيض زي ما حضراتكم شايفين. عشان كده سميناها بالعربي بياض العين. اللي عاوز يخرج من هي صلبة ولا صلبة يقول ايه؟ بياض العين. طب ليه السكليرا لونها ابيض؟ هجاوب على السؤال دوت لو قلت لحضرتك ليه انت بتشوف السحابة بيضة. Scattering of all wavelengths of light by dense cloud make it white. لما بحضرتك تبص على سحابة، كل ضوء بيحصل سكاترينج على السحابة دي عشان كده بتبان بيضة. نفس الكلام بالنسبة للسكليرا. Scattering all wavelengths of light by dense irregular bundle of sclera or sclera collagen make its color white. في الchildren a bluish hue is observed because the sclera is extremely thin which allow the visibility of underlying choroid. أولاد الصغيرين تلاقي عندهم حاجة اسمها بلو سكليرا، السكليرا بتاعتهم زرقة شوية، زرقة ليه؟ السكليرا ثين، بدأ الأندرلاين كرويد والبيجمنت اللي فيه تبان من خلال السكليرا، عشان كده هتبان زرقة. الزرق دوت اللي في الأولاد الصغيرين بيقل مع الوقت وتبقى العين بعد كده السكليرا بتاعتنا لونها أبيض. لما نكبر في السن in older age the sclera may appear slightly yellowish because of deposition of fat. يبقى لما نبتدي نكبر في السن السكليرا بتاعتنا هتبقى ايه؟ شويه مصفره
نتيجة الديبوزيشن اوف فات. ومعظم العيانين اللي بيجوا لنا في العيادة بيبقى كل الهاجس بتاعهم انا عايز السكليرا بتاعتي ترجع بيضة زي زمان، ما تبقاش حمرة ولا تبقى صفرة، انا عايزها تبقى بيضة. والحقيقة لما تفتحوا النت وتشوفوا الوصفات اللي بتتكتب علشان تخلي السكليرا بيضة هتلاقوا حاجات عجيبة، منها كمادات الخيار، تحط الخيار في التلاجة وتقطعه ترانشات كده وتعمل كمادات، وطبعا ده الافكت بتاع الكولد كومبريسوس، مش معنى الخيار يعني مش معنى الطماطم، جايز عشان الطماطم غالية ولا حاجة. المهم هتلاقي حاجات عجيبة جدا، وهتلاقي ان الناس عارفة مجموعة من الأطرات، وبالذات الناس اللي بتشتغل في التجميل، زي العروسة رايحة يوم الفرح علشان تعمل الميك اب، اللي بيعمل لها التجميل او اللي بتعمل لها التجميل تقعد تحط لها في عينيها الأطرات المشهورة علشان تعمل whitening of the sclera. دي اشهر أطرات موجودة في السوق، استخدامها لفترة طويلة بيبقى توكسيك للإبيسيليوم بتاع الكورنيا والكونجنكتيفا علشان موجود فيها بريزيرفتيف. مش هي نفسها اللي فيها مشكلة، انما البريزيرفتيف المادة الحافظة اللي في القطرة استخدامها فترة طويلة بيبقى توكسيك للإبيسيليوم بتاع الكورنيا والكونجنكتيفا. لو اتكلمنا عن السكنس والسكليرا هنقول ان السكليرا is thicker in males than in females، و it varies in thickness من 1 مليمتر posterior ل 0.8 مليمتر just at limbus، واصغر او ارفع حته في السكليرا هي عند المصل الاكسترا اوكلر مصل انسيرشن بتبقى 0.3 مليمتر مع المصل، لو حسبنا كمان السكنس اوف ذا مصل تبقى الاريا ديت 0.6 مليمتر. اهميه الكلام ده ايه؟ حضرتك وانت بتشتغل جراحه على الاكسترا اوكلر مصل سواء كان في السكوينت او في الريتينال ديتاتشمنت بضطر اعمل هوكينج للمصلز، اخلي بالي ان الحته دي ارفع حته من السكليرا. برضو لو باخد غرز في الحته دي اخلي بالي ان الحته دي ارفع حته ايه من السكليرا. الاهميه الثانيه ان عاده لما بيحصل رابشر في السكليرا يا اما بتحصل في اريا بارل تو ذا ليمبس او بتيجي immediately behind the insertion of the recti. السكليرا has two surfaces, outer surface وinner surface، يعني لها وشين، وش من بره ووش من جوه. طبعا الوش من بره related to the outside والstructure اللي عليه، والوش والوش اللي جوه related للايه؟ للكرويد والريتنا والفيترس اللي موجودين بعد كده من جوه. الاوتر سيرفيس smooth and covered totally by tenon capsule and anterior by conjunctiva، يعني السكليرا اهي محاطه من كل حته بالتنون، وفوق التنون تيجي الكونجنكتيفا. احنا عارفين الكونجنكتيفا بتغطي الجزء الانتيرور بس من السكليرا، يبقى السكليرا covered by tenon totally ومن قدام by conjunctiva. اهي السكليرا اهي حضراتكم زي ما انتم شايفينها اهي، وبعد كده في عندنا التنون كبسول، تحت التنون في بوتنشال سبيس، وبوتنشال سبيس لانه عاده مقفول الا اذا دخلت انا فيه وحقنت. طيب في حاجة رابطة التنون بالسكليرا؟ التنون والسكليرا جوينت باي لوس فاسكولار كونكتيف تيشو بسميه ايبسكليرا. يبقى هيبقى عندي سكليرا، سكليرا اهي، وبعد كده ايبسكليرا فوقيها. الايبسكليرا دي هتربطها بالايه؟ بالتنون. يبقى كام لير يا جماعة كفرد السكليرا؟ اتنين ولا تلاتة؟ تعالوا نبص قدام، قدام هنلاقي السكليرا خلاص، فوقيها ايبسكليرا ده اول لير، وبعد كده التنون كبسول، وبعد كده الكونجنكتيفا. يعني قدام السكليرا متغطيه بايبسكليرا وتنون وكونجنكتيفا، وورا مفيش كونجنكتيفا، هيبقى ايه؟ ايبسكليرا وتنون بس. وعلشان ما تنساش افتكر كلمه ست كونجنكتيفا. ست يعني اساس، اساس الكونجنكتيفا ايه؟ سكليرا، ايبسكليرايتس، تنون كبسول، وبعد كده كونجنكتيفا. ست نفس الحروف بتاعت ست، ست كونجنكتيفا. فبص ايه اللي تحت الكونجنكتيفا، هتلاقي من جوه كده لبره سكليرا، ايبسكليرايت، ايبسكليرا اند تينون كبسول، وبعد كده ايه؟ الكونجنكتيفا. الاوتر سيرفيس ريسيف انسرشن اوف اكسترا اوكلر ماسلز، الجانكشن تا
تايت بسميها سكليرو ماسكولار جانكشن. المصل بتخش في الاي كبسول وتاخد شيت وبعد كده يحصل لها فيوجن في مع السكليرا. بعض الناس فاكره ان المصل ملزوقه بامير الفا على السطح، لا ده هما تايت جانكشن، ادي المصل اهي وادي السكليرا. ما تعرفش فين المصل بدات وفين السكليرا ايه بدات بفيوز ايه with each other مع تايت جانكشن زي ما حضراتكم ايه شايفين. الانر سيرفيس رف اند براون ان كلر ريليتد لايه؟ للسوبرا كورويدال والسوبرا سيلر سبيس. ادي السيلر بودي وادي الكورويد وادي السكليرا، في سبيس بينهم، ده اللي هنعرف بعد كده اللي بيعدي فيه الاكوس اللي هو السائل اللي جوه العين. السبيس دوت اسمه سوبرا كورويدال، والسبيس اللي فوق السيلر بودي اسمه ايه؟ سوبرا سيلر سبيس. السكليرا هاز تو اوبننج، فتحه من قدام وفتحه من ورا، وبقول انها بوتنشال اوبننج ليه؟ لانها مسدوده، دي قصدها مسدوده بالكورنيا والتانية مسدوده بايه؟ بالنير فايبرز. انما في خروم تانية في السكليرا بسميها اميشرز. القدامانيه زي ما اتفقنا هي مكان الكورنيا، واللي ورا الحقيقه مش فتحه زي ما انتم شايفينها كده، ولكن مصفى زي اللي انتم شايفينها بهذا الشكل، دي بسميها ايه؟ لامينا كريبروزا. بارت اوف سكليرا which is traversed by optic nerve fibers. بيعدي الاوبتيك نيرف فايبر من الحته دي. اكيد طبعا الخروم دي هتخليها ويك، علشان كده دي من الحتت او الويكست بارت اوف سكليرا. ولو زاد الانترا اوكلر بريشر هتبقى الحته ديت ايه؟ ترجع لورا كده، ويحصل حاجه بنسميها اوبتيك كاب، هناخدها بالتفصيل واحنا بندرس الجلوكوما ازاي الانترا اوكلر بريشر بيعمل حاجه اسمها جلوكوميتاس كاب. في فتحات الميشري بيخرج منها مبعوثين او بيخش منها مبعوثين للسكليرا، بنتريتد باي فاريوس فيسز اند نيرف ان ميني بليسز. والحقيقه دي الحاجات اللي بتخرم السكليرا، الاوبتيك نيرف ومعها السنتر ريتن ارتري وفين، والتو لونج بوستيرور سيلري فيسز ونيرف، والشورت بوستيرور سيلري فيسز ونيرف، والفور فورتكس فينا بورتكس فين، والانتيريو سيلري ارتريز ونيرف. احنا خدنا الكلام ده كله بتفصيل واحنا بنتكلم على البلاد سبلاي والنيرف سبلاي اوف ذا جلوب ادا توتال. هنفكر حضراتكم ان في حاجات بتخرم السكليرا انتيريور، هم الانتيريو سيلري ارتري وفين، وفي حاجات بتخرم السكليرا في الميدل عند الاكويتر اللي هم الايه الفورتكس فين في الام، وفي حاجات بتبيرس السكليرا بوستيريور اللي هم اللونج بوستيريو سيلري ارتري اند نيرف، والشورت بوستيريو سيلري ارتز وفين ونيرف، وطبعا الاوبتيك نيرف وجواه السنتر ريتينال ارتري اند فين. سكليرا از ريليتيفلي افاسكولار. فاكرين احنا قلنا ان في ستراكشر افاسكولار في الاي؟ هنا السكليرا فيها بلاد فيسز ولكن سكانتي بلاد فيسز، ما عدا ثلاث حتت near to the limbus و in vicinity of extraocular muscles الحتت اللي جنب الاكستراوكلر muscles و around the optic nerve، دي فيها blood vessels اكتر من بقيه السكليرا. مفيش lymphatic في السكليرا، وزي ما احنا عارفين ان اي حته تبقى avascular او relatively avascular زي السكليرا لازم تاخد nourishment من الحتت اللي جنبها. السكليرا هتاخد nourishment من الابيسكليرال فاسكولار بيد، ومن جوه هتاخد من اندرلايننج كورويدال فاسكوليتشر. الفيسز وهي بتعدي جوه السكليرا برضو هتدي السكليرا سم نارشمنت. طب ايه اهميه ان السكليرا ريليتيفلي افاسكولار؟ السكليرا هذا لو ميتابوليك ديماند لان فيها سلو تيرن اوفر اوف كولاجين فايبرز اند سيلز، زيها زي العظم بالذات، عشان كده مش محتاجه بلاد فيسز كتير. كل ما كان انا عندي تيرن اوفر عالي بغير دايما الخلايا باستمرار، يبقى عايز فاسكولاريتي كتيره. لما يبقى عندي حاجه زي العظم او الكولاجين فايبرز التيرن اوفر ريت بتاعها سلو، عشان كده مش محتاج دم كتير. حاجه تانية باهميه انها افاسكولار او ريلاتيفلي افاسكولار، ان السكلرايتس بيحصل دايما انتيريور للاكويتور في
في 98% من الحالات علشان دي الحتة اللي فيها more abundant anterior vascular supply. طيب anterior equator الفاسكولار سبلاي ده، الفاسكولار سبلاي ده جاي منين؟ جاي من الابسكليرا، والابسكليرا receive its blood from anterior ciliary arteries anterior to the insertion of rectus muscle، ومن اللونج and short posterior ciliary arteries وراء الانسيرشن of the muscle. البلاد vessels زي ما انتم شايفين بتاع الابسكليرا بتبقى arranged into plexus، من فوق طبعا في عندنا conjunctival vessels، وبعدين تحتها في superficial episcleral vessels، وفي عندنا بعد كده ايه deep episcleral vessels. في ناس غاوية تقول ايه الفرق ما بين conjunctival plexus والsuperficial episcleral والdeep vascular او deep episcleral plexus، بتقول اللوكيشن بتاعها فين، بتتحرك ولا ما بتتحركش، لونها ايه لما تبقى inflamed، ايه الكلينيكال امبورتانس. ده جدول حاولوا ان انتوا تملوه، يمكن تحتاجوا ترجعوا لبعض الكتب علشان تملوا الجدول ده كويس، واذا ما عرفتوش تملوه هتلاقوني حاطط لكم الاجابه في الجدول ده. النيرف سبلاي اوف ذا سكليرا، احنا فاكرين حضراتكم في عندنا long ciliary nerve وفي عندنا short ciliary nerves. The short ciliary nerves supplied the posterior part of the sclera and long ciliary nerve supplied the anterior part of the sclera. يبقى the posterior part supplied by short ciliary nerves and the anterior part of the sclera supplied by long ciliary nerves. لو اتكلمنا عن the ultra structure of the sclera هنقول إن السكليرا can be divided into three ill-defined part or layers، يعني تلاتة layers or part. ill-defined صعب إن أنا أميزهم شوية من بعض، إنما طبعا بيتميزوا إنما هما الإبسكليرا والسكليرا بروبر واللامينا فاسكا. في ناس بتنطقها فاسكا وفي ناس بتنطقها فوسكا، إنما هي الأصح لامينا فاسكا. الإبسكليرا densely vascularized fibers loose and elastic tissue become very thin and indistinct posterior to the equator. يعني قدام الإكويتر أعرف أشوف الإبسكليرا كويس، بعد كده بتبقى إيه very thin ورا الإكويتر، بيبقى صعب إن أنا أشوفها. Anteriorly الإبسكليرا blend with conjunctival tissue and thin capsule 1 to 3 millimeter behind the limbus. يعني من 1 ل 3 millimeter ورا الليمبس الاقي الكونجنكتايفا والابسكليرا والتينونز التلاتة لزقوا مع بعض، صعب ان نفصلهم مع بعض. اهمية الكلام ده ايه؟ لو حضرتك عايز تفصل الطبقات ديت تبعد بعيدة عن الايه وانت في الشعر في الجراحات، يعني تبعد بعيدة عن الايه ال 1 و 3 مليمتر بهايند لمبس عشان تعرف تفصل التينون عن الايه عن الابسكليرا عن الكونجنكتايفا. الطبقة التانية الاسكليرا بروبر like the cornea it made of bundle of connective tissue، ولكن الارنجمنت بتاعها irregular عشان كده هي اوبيك. والحقيقه هي مش irregular اعتباطا، لا، كل حته من السكليرا لها arrangement شكل علشان الفانكشن بتاعها. يعني around the optic nerve تبقى واخده circular arrangement، جنب الريكتاي ماسل تبقى ماشيه longitudinal، جنب الاوبليك ماسل تبقى ماشيه اوبليك. الirregularities دي هي irregularities ديت هي اللي بتخلي الكور السكليرا اوبيك، بالاضافه طبعا ان الفايبر ايه هايدريتد نوت ديهايدريتد لايك ذا فايبر اوف ذا كورنيا. اخر حاجه اللامينا فاسكا كومبوزد اوف الاستيك فايبرز ان لايند باي بيجمنتد سيلز، والبيجمنتد سيلز جايه منين؟ جايه من الكرويد. عارفين لما واحد يكون بيدهن حاجه والدنيا تطرطش منه شويه، الناس بتقول عشان ما تنساش ان البيجمنت سيل بتاع الكرويد طرطش منه شويه على اللامينا فاسكا او فوسكا واديتها ايه البراون كالر بتاع الانترنال اسبيكت اوف ذا سكلير. اللامينا ديت سيبريتد باي ذا كرويد باي بوتنشنال سبيس بنسميه سوبرا كرويدال
أو بيريكرويدال إيه سبيس. يبقى زي ما قلنا عندنا ثلاثة لير، إبسكليرال دينس فاسكولار لير من كونكتيف تيشو فيها فايبر بلاست وماكروفيج وليمفوسايتس، السكليرا بروبر ودي عبارة عن دينس باندل اوف كولاجين فايبرز، وآخر طبقة اللامينا فوسكا أو فاسكا ديت بليند والسوبرا كرويدال اند سوبرا سيلري سبيس، تبقى براونش ان كالر ديو تو ذا بريزنس اوف بيجمنتد سيلز. وبكده نبقى خلصنا اناتومي اوف ذا سكليرا او اناتومي اوف بياض العين. وطبعا شده بياض العين تتمناه كل واحده علشان تبقى زي الحور العين، والحور العين هما النساء الجميلات صاحبات العيون الواسعة شديدة بياض العين شديدة سواد العين. ده تعريف الحور العين، اللي هي البياض بتاع عينيها شديد البياض والسواد بتاع عينيها شديد السواد. وطبعا كل واحدة عايزة تبقى من الحور العين، وكل واحد يتمنى فتاة من الحور العين في الدنيا أو ما كانش في الدنيا يبقى في الآخرة. ويظل بياض العين هو الدليل على أن الإنسان ليس أصله قرد، زي ما بيقول داروين حضراتكم كل البريميتس اللي هي أعلى رتبة في الحيوانات الثديية اللي بيحطوا الإنسان ظلما فيها لما بيعتبروا الإنسان حيوان بيحطوه مع البريميتس، والبريميتس دول كلهم السكليرا بتاعتها مهاش بيضة. الوحيد اللي السكليرا بتاعته بيضة هو الإنسان، لأنه ليس من هذا الأصل، ليس من أصل الحيوان. إحنا المعلومات بتاعتنا بنستقيها من ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لنا إنه خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أسيب حضراتكم مع أول سورة من سورة النساء اللي تبدأ بيا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي الوسط واتقوا الله الذي تساءلون به، وفي الآخر إن الله كان عليكم رقيباً.